نذهب للجالية المغربية في تورينو، معنا بشكل مباشر من هناك مراسلنا عبد المجيد الفرجي. عبد المجيد، مساء الخير. بداية ألف مبروك لك وللجالية المغربية ولكل عشاق الأسود هناك في تورينو. شكرا التأهل. شكرا. ماذا عن الأجواء عبد المجيد؟ أجواء كبيرة جدا، فيه عرب وإيطاليين محتفلين. نحن مباشرة الآن، نعم، راديو ميديا معكم. شنو تبغي تقول أنت بعد هذا الفوز ديال المغاربة؟ نعم، تحيا المغرب وإن شاء الله يا أخويا يا ربي الفينال وتهز المغرب يا ربي. تحيا المغرب. وكذلك الإيطاليين في إيطاليا، كنت أشاهد بأنها تتفاعل مع هذه المقابلة. السلام عليكم أختي. السلام عليكم. أنا اسمك النورة. الماتش زوين بزاف الحمد لله. أوكي، ومعنا كذلك مغاربة. السلام عليكم. شنو تبغي تقول؟ عليكم السلام. هاد العام احنا جبنا البطوله، احنا هما البطل ديال افريقيا كامله. ديما المغرب، ديما المغرب، ديما المغرب، ومازال جبنا ولكن عارفين غنجيبوها. تحيه للموندو، تحيه المغرب، تحيه الجزائر، تحيه تونس، تحيه طول افريقيا. اوكي اوكي، تبارك الله. هادو الشباب الان كياخذوا صور مع العلم المغربي. نعم. في وسط مدينه تورينو قريبا من محطه الطرقيه. في شاب الان ممكن تحدثنا شتي الماتش مباشره الان مع اذاعه ميديا في الاخبار؟ شنو تبغي تقولي؟ احنا فرحانين بزاف بهذه النتائج اللي قدمت المنتخب المغربي، واليوم احنا فرحانين بالمغرب فينال. كازابلانكا مره. السلام عليكم. مباشر في اذاعه ميديا، شنو تبغي تقول؟ السلام عليكم. انا سوري وانا عربي وانا مع المغاربه ومع كل العرب، ونحن يد واحده والله اكبر على الجميع. فيفا ماروكو، فيفا ماروكو، فيفا ماروكو، فيفا ماروكو.